مرحبا بنات، كنتي طويله ولا قصيره؟ ما تزابيش لا فيديو غنوريك حجم الحقيبه المناسب للشكل ديالك. النوع الاول هو الكيات الشخصيه القصيره اللي كتكون ضعيفه، من الاحسن تبعدي بالضبط على الحجم الكبير ديال الحقائب، ما كيوالمكش كياكل من الطول ديالك والجسم ديالك. على عكس الا هزيتيهم هكا صغيورين كيجيوك سوينين، وحتى الطول ديال لا سانتور ما يكونش طويل حيت غادي يولي يرجعك قصيره، الطول ديالهم يكون متوسط، هكا كتباني نورمال وكتجي زوينه. دابا نهضروا على الكيات رقم 2، البنت اللي كتكون قصيره ودبدوبه. تانتي كينفع معك نفس الحاجه، يكونوا ليساك صغارين ولكن ما ديريهمش من الوسط، وما يكونش الحزام من الوسط ديالك، كتبني ديك المنطقه كبيره، وهذا الشيء ما بغيناش. شتي ديما انتباه بانك تخلي الساك على جنب. دابا نهضروا على الفخامه الشخصيه، النوع الثالث الطويله اللي كتكون دبدوبه، كيصلحوا مع ليساك اللي تيكونوا صغار ولا متوسطين، والحجم ولا لا سانتور ديالها ولا الحزام ديالها يكون على الطول ديالو، باش تشتي انتباه على المنطقه الافقيه ولا المنطقه ديال الصدر وما تبانيش غليظه. وحتى انت تجنبي انك ديري الساك ديالك من وسط الصدر باش هكا ما تبانيش غليظه، وهذا الشيء ما بغينا. دابا غنجمعوا ما بين الفخامه والانوثه، النوع اللي كيكون طويل ورقيق كيطلعوا ليها لي ساك اللي تيكونوا كبار، تعطيوها حجم اكثر وما كتبانش ضعيفه، او ميم طون كتبان الطوله ديالها زوينه بزاف. استروا على هذه المعلومه، الا كانت لبسه سامبل يكون ساك شارجي والعكس صحيح. وهذيك اللي ما عندهاش البيدجي باش تاخذ سيكان واعرين، غنخلي لك واحد لاباج ديال الدراوش تحت لا فيديو اللي عندها دي ساك واعرين باثمنه ديال الدراوش.